السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو اليوم سوف نشرح طريقة تلوين لون البشرة بأقلام فابر كاستل المائية. أقلام فابر كاستل المائية تعد خياراً ممتازاً للفنانين والهواة على حد سواء. تتميز بألوانها الزاهية وقدرتها على الذوبان في الماء، مما يسمح بخلق تأثيرات فنية متنوعة. تأتي هذه الأقلام بأحجام مختلفة، مثل مجموعة من 14 لوناً ومجموعة أخرى من 12 لوناً، كما أنها تتمتع بجودة عالية وخيوط متوسطة ناعمة عالية الصبغوان. يمكن استخدامها للرسم الملون الجاف أو المدمج بالماء والفرشاة للحصول على تأثير يحاكي الرسم بالألوان المائية 3. إذا كنت تبحث عن أقلام تلوين مائية تقدم جودة ومرونة في الاستخدام، فإن أقلام فابر كاستل تعتبر خياراً رائعاً. Thank you.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.